هل نحب نبدأ من الشروط، ولا زي ما حضرتك قلت كده انت شايف ان التغيير التعديل الجوهري يبدأ من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ هو ده تعديل الحقيقه مهم يعني جدا، اكثر تعديل جوهري تراه مهما، ايه هو؟ طبعا اللي هو جواز الطعن او السماح بالطعن في قرارات اللجنه العليا او لجنه الانتخابات الرئاسيه، لانه ده كان بيعتبر خطأ دستوري فادح، لانه حتى كان بيتناقض مع احكام الدستور، سواء دستور 71 او دستور 2012 1971 أو دستور 2012، لأن المبدأ المقرر في الدساتير كلها أنه لا يجوز تحصين أي عمل ضد رقابة القضاء اعتبارا من 71. يمكن قبل 1971 كان هناك بعض الأعمال المحصنة بنصوص الدساتير ذاتها أو الإعلانات الدستورية. اللي حصل في دستور 71 لأول مرة تقرر عدم تحصين أي عمل من رقابة القضاء، ومع ذلك تقرر تحصين الإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات في ذلك الوقت، وتكرر نفس الشيء في الإعلان الدستوري اللي صدر في قبل الانتخابات الرئاسية السابقة، وعلى الرغم من أنه في نص في الدستور بيكفل حق التقاضي ويحول دون تحصين أي عمل من رقابة القضاء.